انت كام؟ اوربس كان معاه بلاسيو زيت اللي هو سكاننج سليت. معاه بلاسيو ديسك ولا معاه؟ لا في الاوربس كان القديم. انا ما اعرفش حاجه عن الاوربس كان اكتر من هو طلع ومات. انا عارف الموديل مخبط كل شويه حاجه بيركبوها في بعضها عشان يحطها. ما هو حاطط يعني الجاليليو حاطط لك القصه دي على الشيف بلاج، يعني هم بيحطوا بيعملوا موديفيكيشن كتير عشان يعني يتغير الجهاز. بس انا قصدي اول ما الاوربس كان ظهر هو طلع البنت كان موت الاوربس كان كجهاز من الاول. طبعا احنا ما بنتكلمش على الكونكت بوك، خلاص المهم قال لك بعد كده قال لك القصه موضوع ان انت في بطء في قرايه الاجهزه دي، حتى في بطء ان انت بتقرا الصور والايمجنج الكلام دوت في مش عارف كام ملي سكند تقسيم. فانت ولو في عيان عنده هيز ولا كورنيا اوباستي ولا اي حاجه ممكن تبقى عندك فاسس في تحديد الكورنيا البوستيريور كورنيا. هم عندهم دايما مشكله في البوستيريور كورنيا سيرفس والحاجات دي كلها. انت بتتكلم في مايكروز، انتوا عارفين ان طلع السنه دي الشهر اللي فات بيتكلموا دلوقتي على الايه الجديده في الكورنيا. دي ولا ايه؟ يعني حتى الاناتومي لسه في كلام جديد. طيب الفكره بقى كلها، فطلع دلوقتي حاجات حتى في بيبرز دلوقتي على الكلام ان هو يستخدموا الاوستيتين كورنيا الاوستيتين عشان يشوف لك تيو اوستيتين كورنيا سيرفس ويشوف لك الايه النت كورنيا بره. نخش بقى في قصه الفورمولا. الفورمولا بقى عندك علوم فورس اربع جنريشنز كده. الجنريشن الاول اللي هو بتاع بن فورست والكلام دوت كان حاجه ما ليهم حسبه كده. هو كان زمان حتى انا فاكر تو سايد سيف الله يرحمه كانوا بيحسبوا الاي او ان باور من الريفراكشن بتاع العيان. يعني عيان هو المضروب اصلا وجاله كاتراكت فهو هيتزرع له عدد سنه 21. ليها حسبه وليها طريقه كده. عيان ميوب ناقص مش عارف 10 يبقى دوت مش هيتزرع له عدسه كده يعني. لكن هو طلعت الاس ار كي بعد كده اكتشفوا الاس ار كي ديت ما تنفعش كل الاكسل لينسز. يعني لو مش يعني هاي اكسل لينسز والشورت اكسل لينسز مش هينفع فيها القصص ديت. فالناس اللي بتوع الاس ار كي دول عملوا اس ار كي 2 بعد كده عملوا اس ار كي تي ثيوريتيكال ودي تعتبر من الثيرد جنريشن فورمولا ودقيقه جدا. بس بيقول لك اقصى دقه ليها او معظم كل الفورمولاز اللي طلعت كل الدقه بتاعتها وكلهم زي بعض في الرينج ما بين 22 ل 24 ونص. كل الفورمولا زي بعضها. يبدا بقى اكن هارد لك طلع فيه فورمولاز جديده بتاعت كلهم اللي هم بتوع مجموعه الاتش هيجز وهوفر كيو و هولاداي 1 وهولاداي 2 خلاص. عملوا بيبر والكلام دوت. قال لك ان اوفر كيو برضك دي من ثيرد جنريشن. قال لك ان اوفر كيو من الحاجات الكويسه في الشورت اكسل لينس. يعني لو عندك اكسل لينس اقل من 22 استخدم الاوفر كيو. من 22 ل 24 ونص واكثر كمان استخدم حق الاس ار كي تي كويسه. لو اكثر بيقول لك الهولاداي كويسه بالنسبه للفورمولا دي. المشكله ان في فورمولاز والحاجات دي تعتمد بس على الاكزل لينس والكيريز. وفي فورمولا بقى بتحتاج بقى حاجات ثانيه يعني في متهيألي هو دي 1 ولا 2 محتاجه مثلا في سبع انبوتس تحطها جوه الجهاز تي شامبيون دابس وانت بتعمل انسجن ازاي والاستيجماتيك بتاعك قد ايه وحاجات وهميه كده مش مجرد بس الكيريدنج والاكزل لينس. وانت مش عارف محتاج بيعملوا لك حتى يعني statistical داتا بتاعتك انت الشخصيه السيرجيكال فاكتور والكلام ده كله. يقول لك انت المفروض تدخله 50 حاجه 50 انبوت بتاعك بحيث انت تطلع لك السيرجيكال فاكتور بتاعك او الانبوت بتاعك انت شخصيا. فدي حاجه من الحاجات. بس بيزك في حد عنده اي اسئله على قد في الاكسيومات في الماكينه وفي قرارات بتاع الويفز.
انت حاجه من الحاجات اللي بتبص عليها الويفز بتطلع لك بالاي سكان. الاي سكان ده كويس لما نتكلم عن الاي سكان. انا فاكر لما كنت مره حاضر محاضره كان حد بيديها لنا حد ريجل دايجنوز فبيتكلم عن الايمجنج للعين بالاجهزه. كان بيتكلم اساسا عشان السي تي والام ار اي والكلام ده كله فبيتكلم عن السونار وانبهر جدا بالاي سكان. يعني ده كان مبهور جدا يعني مش مجرد هو طبعا كل الحاجات اللي بيعملوها بي سكان يعني عطونا تصاون ما شفناش انبهر بالاي سكان ده انه في حاجه كده ممكن تبين لك الريفلكتيفيتي بتاعت الويفز وتفرق لنا. احنا في حاجات احنا بنبقى شايفينها بعينينا ونعمل لها صوره ازاي؟ ممكن حاجه مش شايفها بالفندس واروح اعمل كرويدل اللي هم كرويدل بالظبط التيومرز الكرويدل ماس والكلام ده انا شايف كرويدل ماس وانا شايفها بس داخله معايا في شاشه دايجنوزز. يعني انا فاكر عيان شفته في كان بعد الثوره اللي هو كان اتخبط في عينه فعنده حتى تحت الماكله كده اهوت ماس كانها تيوم بعد كده طلع سكار بس شكلها تيوم كانها ميلانوما اميلانوتيك ميلانوما وطلعت سكار. اللي فرق بين الكلام ده كله ما اعرفش مين هذا الشويخ عملت له التصاون فرحت عملت له الاي سكان قال لا ده سكار. يفرق ايه في كورويدال ميلانوما عن كورويدال هيمنجيوما؟ الكورويدال ميلانوما بيبقى فيه سبايك عالي بعد كده هو يبقى فيه لو انترنال ريفليكتيفيتي. الكورويدال هيمنجيوما بما ان فيها بلاد وحركه والكلام ده هتلاقي برضك هاي انترنال ريفليكتيفيتي. فالاي سكان حاجه مهمه. طيب في البايومتري بقى المفروض بقى لو احنا هنستخدم الكونتاكت الترسونيك بايومتري المفروض ان انت اول انت من غير ما تعملي الانديشن الويند الصحيحه ان يبقى اول حاجه اول ريفلكشن طالع لك ده الكورني خلاص بعد كده اهوت ينزل شويه بعد كده اهوت يطلع سبايك عالي بتاع الانتيريور سيرفس بعد كده اهوت بوستيريور سيرفس بعد كده اهوت المفروض ان الدنيا دي كلها كلير فيترس بعد كده يطلع لك ويف هاي سبايك بتاعت الريتنا مساويه بتاعت الحاجات التانيه دي كلها بعد كده تنزل الويفز ده الشكل المظبوط. لو انت بقى لقيت السبايك الاخرانيه ديت مش عاليه او مش مساويه للحاجات التانيه دي اعرف ان دي مش ريتنا. او في ممكن يبقى عندك ممبرينز مش ممكن معانيهم اللي هيعملوا دايابيتس او ريتنا ريتنا ديتاتشمنت ممكن لو قلت شويه تعمل لك سبايك واطي شويه. لا السبايك المفروض تبقى عاليه ولون زي بعض. حتى انت لو تيجي تعملي كالبريشن الجهاز اللي بتعمله كالبريشن في الاول بيعمل لك رسمه ويفز كلها بس هاي سبايك. هو اول سبايك في الكورنر. اول سبايك في الكورنر. ازاي اذا انا عامل انتريش عليه وازاي اسهل؟ بيقرا بيقرا بيديك ويف. ما هو في سيرفس خارج من البروب هيعمل سيرفس هيعمل ريفليكشن. تو سبايكس اللانس ولا؟ تو سبايكس بتاعت اللانس الانتيريور لانس سيرفس والبوستيريور لانس سيرفس كده فاضل بتاع الفيترس بعد كده الهاي سبايك بتاعت الريتر. طيب اذا اللانس كاركترز يفرق في السبايك بتاعت يفرق بقى في حاجات كتير قوي. كويس يفرق بقى معاك كتير قوي. انت هتلاقي في الجهاز بتاعك دايما في مودز كده اهو. هل العيان ده عنده كاتراكت ولا دنس كاتراكت ولا افيكك ولا سودو فيكك؟ ليه؟ لان هو في كل الحاجات دي هيختلف السرعه بتاعت اللايت في الحته ديت فبيظبط هو اوتوماتيك كده مكتوب دي كذا. لا انت بتختاري غالبا بيبقى دنس كاتراكت. في المودز كده اهو يقول لك ده فيكك كاتراكت ولا دنس كاتراكت ولا فيكك ولا سودو فيكك ولا ولا فيكك خلاص؟ السرعه بتاعته هتختلف هيظبط السرعه بتاعته تختلف حسب المود اللي انت مختاره. تمام؟ لو انت بتستخدمي انفرشن محدش بيستخدمه كده اهو هيطلع لك كيف تاني كده. قبل الفورمز اللي هي اللي في بتاع الانترفيس بتاع الووتر باج او الميديا اللي انت بتستخدمها. ايه تاني؟